أعزائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي جريد 5 في شرح منهج الساينس مع مستر ماجد نجيب فهيم معلم خبير ساينس. إن شاء الله النهاردة هنكمل سيركولاتوري سيستم. ياريت اللي مشتركش في القناة يشترك يفعل زر الجرس يعمل لايك ويعمل شيء ويعلق. إحنا المرة فات خدنا إيه في السيركولاتوري سيستم؟ خدنا الهارت وقلنا الهارت بيتكون من 4 شامبرز زي ما اتفقنا، وقلنا اللي فوق اسمهم اتريوم رايت وليفت واللي تحت اسمهم فنتريكال وبينهم حاجة اسميها فالف. الفالف ده بيمنع بريفنت بلاد ريتيرن باك، ده كله ده مراجعه. النهارده ان شاء الله هناخد البلاد فيزلز. ايه البلاد فيزلز يا اولاد؟ عباره عن 3 تايبز اوف بلاد فيزلز. يعني ايه بلاد فيزلز؟ اوعيه دمويه، عباره عن المواسير في ماشيه في جسمك اللي ماشي فيها البلاد. طبعا المواسير دي البايبنز عباره عن نتورك اوف بلاد فيزلز. يعني ايه نتورك؟ شبكه من اوعيه الدمويه. طبعا الثري تايبز دول بينقسموا لثلاث انواع زي ما احنا شايفين في الرسمة، نوع اسمه التريز ونوع اسمه فينس ونوع اسمه بلاد كابلرز. دول الثلاث انواع بتوع البلاد فيزلز. تعالوا ناخد وان باي وان ونفهم. اول نوع اسمه الالتريز. الالتريز يا اولاد يعني بالعربي يعني الشرايين. الشرايين دي زي ما انت شايفين عبارة عن شبكة، ولاحظ انها ثيك. يعني ثيك سمكها او الجدار بتاعها ثيك تخين. وطبعا الشرايين دي بتاخد الدم من الهارت to all parts of body. يعني بتنقل الدم من الهارت from the heart. يبقى خلي بالك اللي بياخد الدم، احنا عندنا نظام معين ماشي في جسمنا، حاجه بتودي للقلب وحاجه بتجيب من القلب. اللي بتجيب من القلب from the heart to all parts of body، يعني يودي مثلا اللانج، يودي للسيلز بتاعه البادي، دي اسمها الترز. اسمها ايه؟ الترز. بتبدا لارج اند وايد، يعني تبدا واسعه وتخينه، وبعدين تبدأ تنتهي لغاية ما توصل للبلد كابلاريز. يبقى تبدأ large and wide at the beginning but become smaller and end of network of the blood capillaries. طبعا دي الالتريز زي ما احنا شايفين، الالتريز عبارة عن thick. دي أول معلومة. تاني معلومة بتنقل الدم من فين؟ from the heart. تالت معلومة بتبدأ large wide وتنتهي بالبلد كابلاريز. خلي بالك ان كل الالترز كاري اكسجين ريتش بلاد اكسبت، يبقى كلهم بيحملوا اكسجين جاز. يعني البلاد اللي فيها بيحمل اكسجين جاز ما عدا واحد بس اسمه بولماري التري، دي بيروح لللانج يحمل دم بلاد فيه كربون دايوكسيد. يبقى خلي بالك تاني معايا، خلي بالك معايا. اول حاجه الالترز، الالترز دي بتاخد الدم فروم ذا هارت. الالترز بتاخد الدم ايه؟ فروم ذا هارت زي ما احنا شايفين اهي. ثيك، شايف الفرق بين الالتريز والفينس؟ اللي على الشمال ده الالتريز سيك، اما الفينس تلاقيه ثين. دي بتاخد من الفروم ذا هارت، التاني العكس هنعرفها دلوقتي. يبقى نقول تاني مع بعض، الالتريز عباره عن بلاد فيزل ثيك. طبعا دي حاجه. تاني حاجه بتاخد الترانسبورت بلاد منين؟ من فروم ذا هارت تو اول بارتس اوف بادي. تالت حاجه بيبدا لارج وايد واسعه تنتهي بالبلاد كابلاريز. رابع حاجة كلهم يحملوا أكسجين، ألتريز كل الألتريز يحملوا أكسجين كاري أكسجين إكسبت بولمونري أرتري ألتري يحمل كربوني دايوكسيد. تاني نوع من البلد فيزلز اسمها الفينس. الفينس يعني الأوردة، اللي فات كان الشرايين، دي الأوردة. الأوردة الأوردة ثين. يعني ثين؟ لسه مرها لكم رفيعة أهي، ده الوريد، شايف الوريد ثين ثين أهو. اما شايف اللي جنبه الاحمر ده فيك، ده الالتريز. ينتهي بين ايه؟ الالتريز ينتهي بالبلاد كابلرز، انتوا شايفينها الشبكه دي رفيعه. اما الفينس يبدا بالبلاد كابلرز. تعال نعرفها مع بعض وان باي وان. يبقى اول حاجه معلومه في الفينس انه بيحمل بلاد او يشيل بلاد من ديفرنت بادي تو ذا هارت. يبقى اللي قلنا اللي يودي للقلب هو الفينس، اما اللي بياخد فروم ذا هارت دي الالتريز. وهو فين؟ تاني معلومة أو تالت معلومة إنه يبدأ بالبلاد كابلرز وينتهي بين لارج وايد ويوسع لغاية ما يوصل للهارت، عشان هو بودي لمين؟ زي ما احنا اتفقنا للهارت، للقلب، تو ذا هارت زي ما انا شايفه مكتوب قدامك. carry blood from different body parts to the heart begin in the form of capillaries وبعدين يبدأ يبقى لارج ولارج لغاية ما ينتهي بالهارت. كل الفينس يحملوا كربون دايوكسيد، احنا قلنا كل الالتس يحملوا كربون دايوكسيد، هنا بقى كل الفينس يحملوا كربون دايوكسيد، سوري كل الالتس يحملوا اكسجين، اما الفينس يحملوا كربون دايوكسيد ما عدا واحد برضه هو البولمونري فينس
يحمل اكسجين. بالمره فينز يحمل ايه؟ اكسجين. زي ما احنا شايفين اللي بالازرق ده فينز بيحمل بلاد مليان كربون دايوكسيد بس يودي لمين؟ للهارت. اما الالترز ياخد البلاد فروم ذا هارت من القلب. يبقى نفرق تاني بين فينز والالترز. الفينز ثين، الالترز سيك. الفينز ياخد البلاد فروم بارتس تو ذا هارت، الالترز ياخد البلاد من الهارت تو اول بارتس اوف بادي. الفينز يبدا بالبلاد كابيلاريز وينتهي بالهارت واسع. اما هنا يبدا واسع اللارج الالترز، الشرايين تبدا واسعه تنتهي بالبلاد كابيلاريز. طبعا الفينس كل الفينس يحملوا كربون دايوكسيد ما عدا البلموناري فينس، اما هنا كل الالترز يحملوا اكسجين ما عدا البلموناري التري يحمل كربون دايوكسيد. ده الفرق بين الالترز والايه والفينس. اخر حاجه البلاد كابيلاريز زي ما احنا اتفقنا، ده البلاد كابيلاريز اللي انتم شايفينها نهايه الالترز وبدايه الفينس اهو. هذا الالترز وهذا الفينز يربط بينهم مين؟ بلاد كابيلاريز زي ما انتم شايفين. ثين وول، يعني ايه ثين وول؟ يعني جدارها رقيقه يعني رفيعه جدا اهو. رسمه ثانيه بتوضح البلاد كابيلاريز. هذا الالترز على اليمين والفينز على الشمال ويربطهم مين؟ بلاد كابيلاريز. يبقى البلاد كابيلاريز نتورك اوف ثين وولد فيزلز. يعني ايه ثين وولد فيزلز؟ يعني اوعيه دمويه رفيعه. يبقى خلي بال ان البلاد كابيلاريز اند اوف التريز وبيجينينج اوف فينز. في ايه في الوول دي؟ لانها رفيعه لانها بتعمل ديليفر، بتوصل الفود والاكسجين تو ذا سيلز اند ذن كاريز كربون دايوكسيد اند ويستز برودكتس. يعني هو بفايدتها ايه البلاد كابيلاريز؟ انها بتعمل ديليفر زي ما احنا شايفين. ادي الالتريز تخينه اهو ثيك، وادي الفينز رفيعه. النهايه بتاعتهم دي وبدايه دي هي البلاد كابيلاريز عندها ثين وول، دي بتعمل ديليفر. يعني ديليفر بتوصل الفود والاكسجين، هي اللي بتعمل ديليفر بتوصل. دي مين؟ البلاد كابيلاريز. كده عرفنا ثلاث انواع من البلاد فيزلز. الالترز زي ما انتم شايفين، وقف الفيديو شوفه براحتك. الالترز، الفينس اهو الفينس، وبعدين بلاد كابيلاريز. ثالث حاجه من تركيب السيركيلاتوري سيستم البلاد. ايه البلاد ده؟ البلاد السائل نفسه، الدم نفسه اسمه البلاد. بيتكون من اربع حاجات. اول حاجه الريد بلاد سيلز اللي انتم شايفينها قدامنا دي، قدامكم الريد بلاد سيلز، يعني ار بي سيز without نيكولاي. يعني ايه مستر without نيكولاي؟ يعني ما فيهاش نواه من جوه، ما فيهاش نيكولاي. زي ما انت شايف الريد بلاد سيلز عقليه حمراء اهي. لازمتها ايه الخلايا الحمراء؟ شايف انت جوه الفيزلز اهي الرسمه دي، بتلاحظ ان الخلايا الحمراء فيها لونها بلو كده، يبقى مش بلو قوي، فايولت كده وريد، لانها بتحمل الغاز الجازز كربون دايوكسيد from lungs to all parts body and carry carbon dioxide والاكسجين ايه للسيلز to the lung. يبقى الريد بلاد سيلز فايدتها انها بتعمل كاري، تشيل اي جازز سواء كان الدايوكسيد او الاكسجين. يبقى الريد بلاد سيلز without نيكولاي كاري اكسجين فروم ذا لانج تو اور بادي باي سيلز اند كاري كربون دايوكسيد فروم سيلز تو ذا لانج. دي فايده الريد بلاد سيلز، اول مكون من مكونات البلاد، انها تشيل الجازز. افتكر كده. تاني نوع من السيلز الموجوده في البلاد الوايت بلاد سيلز، بقول عليها دبليو بي سيز وايت بلاد سيلز. دي بقى فيها نيكولاي ويز نيكولاي زي ما انت شايف. دي الوايت بلاد سيلز وادي النيكولاي جواها. بتعمل ايه الوايت؟ شايف الحاجه اللي انت شايفها دي البكتيريا، مكتوب كلمه بكتيريا. بتحتوي البكتيريا تاخدها كده وتحوط عليها وتاخدها جوه ايه السيلز نفسها علشان تعمل اتاك، ايه بتهاجمها اتاك مايكروبز. يبقى الوايت دي عباره عن الجيش بتاع جسمك، هو اللي بيدافع عن اي ميكروبات في جسمك. اي ميكروبات تدخل جوه جسمك هو بيعمل لها ديفند، بيدافع عن جسمك ضدها، او اتاك مايكروبز يهاجمها. يبقى بيدافع على جسمك ضد الميكروبات واتاك مايكروبز ويهاجم الميكروبات. دي مين؟ الوايت بلاد سيل زي ما انتم شايفين فيها نيكولاي. احنا قلنا الريد ويزاوت نيكولاي،
اما دي فيها نيكولاي، دي النيكولاي السودا دي اللي لونها ازرق دي نيكولاي، ودي البكتيريا بعد ما تحوط عليها وخدها ويهاكمها علشان يدافع عن جسمك يبقى بيعمل اتاكس مايكروبس. دي مين؟ الوايت بلاد سيلز. ثالث نوع من انواع الموجوده في البلاد اسمه بلاد بليتليتس، بلاد ليتر سي، بلاد بليتليتس او بنسميها سيل فريجمنتس. سيل فريجمنتس يعني ايه؟ قطع كده صغيره في السيل. بتكون فورمينج بلاد كلوت. ايه البلاد كلوت دي؟ يعني جلطه دمويه مش جوه الجسم، بقى بتكون جلطه بره الجسم زي ما انت شايف. ده مثلا جسمك اتجرح او حصل له ووندد يعني اتجرح، تبدا البلاد بليتليتس تطلع اول ما تتعرض للاير، تعمل الشبكه دي انتوا شايفينها بتعمل بلاد كلوت او كوكولوجنز يعني تجلط علشان بريفنت بليدنج، تمنع النزيف. يبقى نقول تاني، البلاد بليتليتس او سيل فريجمنتس فورمينج بلاد كلوت when the body is wounded، يعني wounded يتجرح، and the blood is exposed to the air، this prevent bleeding، تمنع النزيف bleeding and infection of the human body او اي اصابات للانسان. دي blood platelets. اخر حاجه من مكونات البلاد البلازما اللي انتوا شايفينها دي اللي انا ماسكها في الايد على كفه الايد اللي لونها اصفر دي عامله زي الووتر، دي اسميها بلازما، بيقول عليها يلو ووتر فلود، سائل لونه اصفر. كارز ده بيعمل ايه بقى؟ بيشيل، بس مش زي الريد يشيل الجازز، لا يشيل النيدد فود، كاري ذا نيدد فودز وكاري الويستز، وهو يشيل اي حاجه غير الاكسجين. ده مين؟ البلازما، وهو اللي بيخلي البلاد ليكويد ولونه كده. هو مين؟ البلازما هو المسؤول عن البلاد انه ليكويد او اقول عليه يلو ووتري فلود. ده مكونات ايه؟ البلاد. اقولهم تاني، مكونات البلاد الريد بلاد سيل زي ما انت شايف اقراها على مهلك، كاري اوكسجين وكاري كربون دايكسايد. الوايت بلاد سيلز بيعمل ديفند ذا بادي اجينست مايكروب او اتاك مايكروبز. الريد ويزاوت نيكولاي، الوايت ويز نيكولاي. البلاد بليتليتس بتعمل بلاد كلوت او كوكولوجن لما يعمل ويند الجسم يتجرح يعني. اخر حاجه البلازما يور ووتر فلود بتشيل اي فود او هارمفول ويستز. ده بالنسبه للريد والوايت والبلاد بليتليتس والبلاد والبلازما. ازاي بقى نحسب النمبر بتاع الهارت بيتس؟ النمبر بتاع الهارت بيتس انت اول ما تحط ايدك كده على صبعك على ايدك من ناحيه كده هتحس بالهارت بيتس بتاعتك. يعني ايه الهارت بيتس؟ نبضات القلب اللي بنشوفها في ايه؟ اشعه رسم القلب دي. ايه نبضات القلب دي؟ النبضات دي عباره عن الاتريوم بيستقبل البلاد وال، طبعا الاتريوم بيعمل ريسيف والفنتريكل بيعمل بوش. هي الموضوع ده بيعمل الهارت بيتس يعني النبضه بتاعتك تقريبا في نسبه 70 او 72 بيتس بير مينيت. يعني كل دقيقه لو انت حسبتهم حطيت صبعك زي ما هو عامل في الصوره وشفت الهارت بيتس بتاعتك هتلاحظ ان عددهم 70 في المينيت او 72. طبعا من تعمل اكسرسايز بيزيد ولا بيقل؟ اكيد يزيد، لانك انت بتحتاج تاخد اكسجين زياده، بتحتاج تعمل بيرنينج دايجستد فود وتطلع كربون دايوكسيد برضو من جسمك، وانرجي زياده بيضطر انه يعمل انكريز نمبر هارت بيتس انكريز لما تعمل ايه؟ اكسرسايز. يبقى نمبر هارت بيتس للانسان الطبيعي من 70 او 72 بير مينيت. طبعا بيحصل له انكريز لما بتعمل اي اكسرسايز علشان تضطر تعمل اي مجهود عشان عاوز انرجي. بكده اعزائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي جريد 5 شرحنا جزء البلاد فيزلز والبلاد دريت، تراجع عليه، واللي مشتركش في القناه يشترك. هشوفكم في اخر جزء ان شاء الله قريب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.